ريحه الدوار. ريحه الدوار اليوم كحط الريحه ديالو دوار سرحنا الركنة ولاد خليفه نواحي مشرع بن عبو الرحمن الشريف. اسمك الله مصطفى. مصطفى ايش؟ بن صالح. بن صالح بن من؟ بن محمد. بن محمد بن من؟ بن جلالي. بن جلالي بن من؟ صافي تما وقفتي. تما وقفت. هذا الراجل اللي باركين حدا دابا شكون؟ هذا الطاهر بن محمد. وهذه الخيمه ديال من؟ الخيمه ديال بوه الله يرحمه. شكون؟ محمد بالعربي. وهذه الخيمه اللي راهي رابط درك بنادم راح رحل منها ديال من؟ هذه ديال سي محمد بن محجوب. هذه وهذيك الطرفانيه اللي وراها ديال من؟ اللي قاطعت هي هذيك ديال بارك يبان فيها الكانون. بارك ديال ولاد بارك العرج ديال ولاد بارك. وهذيك اللي راهي مجيره بيضراء هي فيها بحال الحانوت. هذيك ديال المحجوب بن محمد. هذيك قبيله كنا نهضروا قلتي لي كانوا 6 ديال الخيام. اييه. اما هما كانوا سيدي الاول ولاد بن عمر. بن عمر اي هما اللي حدا دوك الصافيات؟ لا هما هادو ولاد بن عمر. هما هادو هما دي هما هادو وتابعينهم ولاد عبيده زيد وتابعين ولاد بن جلالي زيد وتابعين ولاد البصري. هادو هما الخيام بلاتي باقي ما كملت ليكش. زيد وتابعينهم وشي وحدين كيقول لهم ولاد رحال اقلال جوج خيام. هادو هما اللي كانوا وكانوا ولاد طاهر. هما هادو الناس الكبار اللي كانوا وكانوا ولاد بوادية. هادو هما الخيام اللي كانوا خيمات الاولين. الاولين الاولين اه هما اللي كانوا. هما اللي كانوا الدوار سميتو سرحنا. واش هما سميتهم السرحنا حيت كيسرحوا ولا من سرحان العود؟ كانوا عندهم الخيل. كانوا عندهم الخيل. الصربه كانت عندهم منا كانت تدخل الصربه ديال الخيل. شكون كان المقدم ديالهم؟ كان المقدم ديالهم سيدي المكي بالرحال. المكي بالرحال اي مقدم. المقدم ديال الخيل ساجيع. ساجيع هو اللي كان يعلم بالخيل. وكان حد السيد عمي الله يرحمه كيقول لي عيسى ملي كيشرج العود وتم خارج كاين حط في الخويا اسمه الغرام كان بقى صغير مي تم خارج عمي عيسى يتعرض ليه هو يبغي يجي قدامه. اش يقول لي عمي عيسى الله يرحمه؟ يا ودي سير يا الصقاقه يا ودي سير لهيد وكيجي فيك العود. وعمي عيسى مي تم خارج فوق العود تم خارج واقف ماشي خارج بارك فوق الشرج حط صاصه فوق الشرج واقف على رجل خارج محرف كلوزه فوق العود. ناس دوزت الخيل كثير. دوزت الخيل من هنا منين كان يتربوا الخيل وتربوا كل واحد من هنا من هاد الدوار. هذا الدوار قلنا سميتو سرحنا. سرحنا سرحاني العو الخيل. من الخيل جات. من الخيل جات سرحنا. واشتد الدوار كله داير بالجبال جيتو بحال الحفره. هاد الدوار داير بالجبال كانوا مواليه بكري كانوا ناس زعامه ماشي كيخافوا. هذاك الشيء علاش تخزنوا هنا؟ جاوا هنا لهاد الشعبة كانوا في الأول عاد ولاد ليتيم تما كانت حاطة من الشانطي ديال مراكش. قريب الشانطي مراكش قريب زيد من تما كينيا بقاو جايين يتحولوا جايين يتحولوا تقربوا للماء. واش هما عينهم في الماء؟ عينهم في الماء. ولا كانوا قطاطية؟ لا لا ما كانوا قطاطية لا عين جاو قربوا للماء. الماء ديال الواد. الماء ديال الواد ديال مروعي. الماء ديال الواد وهادي هما كانوا في اللاحه. كانت الارض هنا بزاف كانوا في اللاحه كانوا داكشي اللي حارتو كاين قد كانوا شمن الشلال. شمن التربه هنا؟ شمن التربه كاينه؟ التربه مخلطه هنا كاين بياض كاين الرمل كاين السكين كاين فورير مخلطه البلاد هنا شحال من نوع كاين. واش من فلاحه كاينه هنا؟ كاين القمح. القمح زيد. كاين الشعير زيد. كاين فارينه زيد. بحنوا ما تزرعوا تدرا زيد. دايرين الفصة زيد. دايرين الرمان. الرمان عندكم كاع اللي يجي من الواد كيديروا هادشي ديال الفلاحة. جيدة جيدة الفلاحة الله يجعل البركة. شكون جيرانكم في الدواور؟ علي من ولا على اليسر؟ فين ما مشيتي؟ فين ما مشيت؟ جورنا القارة. القارة؟ أييه زيد. وجور لاصقين على الواد. توما على الواد زيد. جورنا الجحيفة ورانا. جحيفة زيد. اللور زيد. علي من القرع. القرع زيد. القبلة واد مربيع. ولاصقين عليكم بني مسكين. بني مسكين من الواد ليه. هما اللي لاصقين عليكم. هما اللي لاصقين علينا. واش باقي عاقل على العرس ديالك انت؟ عاقل عليه. ها اييه. شكون خطب لك امك ولا بواك؟ خطب لي امي وبا. الوالدين ديالك؟ الوالدين الله يرحمهم. بشوارك ولا بشوارهم؟ لا بشوارهم. انا ديك الساعه كنت راسي ما كنتش نعري قدام بواطاقيه ما كنت نحيدهاش.
طاقي الحي طاحتيا ورد الزربة. أين الزعمة؟ الحياة كان الحياة. وتالي قلتي لي مخطبوا لي ولا من دايتهم راسهم؟ لا هما اللي بغوا يجوجوني من دايتهم راسهم. ما قلت حتى حاجة ولو ربع كل ما قلت لهم ما بقى لي مساكن متى يجوجوني زيد وبقى نهار... يلا عدي 18 عام نهار غيمشيو علموك ولا والو الخطبة؟ اه لا ما فراسك تحالت؟ لا لا في بالي ولكن ما قلت احنا غاديين ما غاديين راني عارفهم ما عارفش الخيمة انا عارفهم غاديين ما عارفش الخيمة من غيجيبوها لا لا ما عارفش ها؟ لا والو مشاو لهنيش يعني واش الدوار خر ولا عندكم لا لا دوار خر فين؟ الدهور مشيتي جبتي من الدهور من الدهور جبتي هزة على دارك لا جات فوق البغل زيد البغل البرقي زي؟ كان عندنا حل البغل البرقي ها شكون اللي شاريه؟ شكون؟ كان جدي الله يرحمه المهدي قال لي يا نمشي انا وياك اول بنتي للسطات لا باش البغل يمشي معاك مشى معايا مسكين يدور في الرحبه ويتخير تشرى لي بغل هو علاش جبتي العروسه هو علاش جبنا العروسه مشيتي معاهم ولا ما مشيتيش لا ما مشيتش شحال من كولوميط باش جبنا العروسه غتكون واحد جوج كولوميط ولا ثلاثه وسته كولوميط ولا معديه فوق البغل كلها جايه بغل كلها جايه على البغل حشاكو وعندكم الجبالات هنا ما كاين الطرقان صعب الجبال الطريق عندنا حنا صحيبي ليما ليما لي في عمره 60 عام ما يقبضهاش ما يقدرش يقبضها صعيبه صعيبه تدرك النسبه صعيبه درك واخا نهار خطبوا لك فرحتي فرحت اييه كي درتي لها الفرحه دا يقول يا مصطفى خطبوا ليه تا قاعد دافع نضحكوا ونبسطوا شكون اللي كانوا قران وجمعنا الصغار شكون قران كتا قران يا سيدي كاين واحد كيقول محمد ولد عمي الطاهر زيد كاين احمد بن الحسن زيد كاين احمد بن سالم زيد كاين الرحال ولد الكبير زيد كاين المحجوب بن محمد زيد هادو هما قراني قراني والمراه قرينتك ولا صغر منك لا المراه انا اكبر منها انا اكبر من المراه واش كنتي لابس نهار العرس لابس ابيض العصابه بيضاء زيد قميجه بيضاء والسروال بيض والجلابه بيضاء كل شيء بحال طايره بقر كل شيء بياض فيني بحال طايره بقر تقول هذا خاصك عب النار خاصك عب النار حمراء من الفوق صافي وتولي بيبي وتولي بيبي واخا كتلبسوا شي سلهام شي سلهام سلهام معاري ولا ديالكم لا السلهام كان السلهام كانوا موجودين لا اسمع واسمع كانوا عندنا الخيل احنا كانوا السلهام موجودين زي اسمع كانوا السلهام موجودين واللبس موجود والسلهام كان عند الوليد السلهام كان عند اخو الوليد من نوع عريتي من خول وليد ودوزتي النهار دوز نهارات هما مشي نهار العرس شحال من نهار كاين العرس يومين ثلاث ايام صح يومين ثلاث ايام والعيالات راه كيبقاو سيمانه واخا اللبس قلتي لي لابس الابيض كاين شي سروال كاين سروال كان هذه الساعه وجد السروال كاين موجود موجود سروال قندريسي هذا طويل لا طويل الابيض بالصمطه ديالو بالصمطه ديالو واش العريس كيتسوق نهار العرس ولا لا دار لا دار العرس الخميس جا الحد في وجود تسوق الحد هذا الحد ديال الحد ديال سيدي عبد الله الحد ديال سيدي عبد الله اييه ها اييه والعرس تمن نهار اش ديروا كل نوبه باش نوبه كنوا لاباس معروفه معروف احنا معروفه عندنا الاثنين ولا الخميس الاثنين باش يصبح ولا الخميس زعما كنتبعوا السواق ديالنا عا كان كان العرس الاثنين من الحد الناس كتجي معروضه كان الخميس من الاربعاء الناس تجي معروضه الناس تتسوق عاد تجي عندكم عاد تجي شنو هي العاده اللي كانت عندكم واش باش يعوم العريس العاده سيدي ديالنا مع الصباح مي كتفيق الناس مع الصباح كيتجمعوا تقادا عند العريس زيد بوحدهم بمحل جماعه بوحده ملي سيدي فطروا تقادا العريس يهودوا للواد مروي يلوحوه الواد وجي هودوه الواد تما كي يتفرجوا بكامل تم كل شيء ليهم كيتفرجوا ملي كتلحق لوحده ولا ثلاثه ولا اربعه تقرب اربعه يجيبوا العريس ملي كيقربوا يدخلوا الدوار كيعوم هو تما بعدا كيعوموا يغسل يعوموا كحلو سوكو يتموا جايين مقادين يتموا جايين هما هذوك ناشطين ناشطين فرحانين العيالات كيتلقاو ليهم بعد من الدوار يضربوا العيالات غاديين مهودين وهذوك جايين وعاي تلاقاو كانوا كلين طاح بوحدو ريحه الدوار الوليده سماك الله
زهرة. زهرة بنت محمد. زهرة بنت محمد. زهرة بنت محمد. أيه. هذا معش كتفيقي. مع الخمسة. خمسة الصباح. أيه. هذيك الساعة مني كان الراجل. أيه. ولا قبل. هذيك الساعة كنا غا نقولوا إنه قبل الأذان ما نعرفوا لا ساعة لا والو. زيدي. مني كان الراجل. قبل لي ودن. قبل دايرين المعلم مدن. زيدي. نوضوا بكري. زيدي. أش ديروا؟ ونوضوا بكري تسخني أمي هاكا أنا الوقيد ما كاين لا بوطة لا والو. زيدي. تشعلي العافية تسخني ديك الماء تعجني تفزق العجينة إيو سيدي وتعمري كويسة توعاتي تفيقي الدريري يني فطرق ترجع تقرصي ديك الخبزة حشك تاني تخبزها في الرداد إيو هادشي اللي كان هو هذا صافي صافي وتقابلي شغل الخايمة تفطري كاع إي تفطري وليداتك وتخرجيهم كانوا شي بهاي ما تيدو ما كانوا شي يخرجوا وأنت ما تسرحي ما والو لا ما كنت أنا معادي الدريريين ما نسرح ما والو والو ما كان لي تسرح هاك الساعة الماكلة والخيمة شنو الطيب اللي كنتي طيبي هذيك الساعة هذي الساعة توليدي كنا نديرو الخبزة تاع الشعير زيدي الشعير وحده زيدي نفزقوه في قصرية تتخمر شوية ونمشو حاشك نشعلو على الرداد تيحمى وندردرو بالبلبولة ونقرصو في وسط منو الخبزة ملي تبغي تقلبها كاين نبات تفرق لي كاين نبات تقلبها بالجنوي هادشي كله فران بوجيها لا حاشك في الرداد ها الكانون زيدي ايوا نخبزو ديك الخبزه تعمري ثانيه تاي جيب الدريرين يتغداو عشيه تفقري ليهم طعام تما هذيك الوقيته اللي كيتجمعوا هذيك الوقيته مع المغرب تسخني ديك النفضه تاع الشعير نطحنها في الرحاق ندير البلبوله ايوا نفقرها ونسقي ليهم ونعطيهم ما يسولوا لي على الحمل على والو بلاش الصايله و... والفليفله حاره ولا سطيها مستي طلبها من جارتك كان والو هذيك الساعه ما جود الله ها جود الله اي جود الله جود الله وهذاك الشيء ديال البركوكش اي ندير بركوكش زيدي ندير بركوكش ندير المسمن ندير تفتليه اييه زيدي نفتلو بيدي نطحن القمح في الرحاق نعزل البلبوله وحده ونوقف عليها ايوا ندير بركوكش مع كان شيخي كان مقدم كان يجو عندنا الناس زيدي يجو عندنا الناس كي وجهك وانا زمان ما نشكرش لك راسي شكون اللي كانت حادقه فيكم كاع في الدوار وانا اللي نعرف كاع توعاتنا حادقات كاع السرحانيات الخليفيات بحال بحال وين شكون قال لي مزعماكم اللي مزعمانا كانت بنت يامن الله يرحمها ماتت كانت بنت زعراطه ماتت فاطمه مهديه يا باقه في الحياه والله يطولنا في عمرها يا ربي امين انا بنت رحمه هادو هما اللي كيطيبوا مزيان هادو كاع كيطيبوا مزيان وشكون اللي كانت صحيحه تغلبكم كاملي تغلبنا اه وبدي احنا ما عمرنا تكامشنا مع حد ما عمرنا تخاصمنا مع حد لامتنا زينه وين شكون اللي كانت تغلبكم ولا بدات تكون شي وحده حاره لا 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 لا, لا. كانوا مقادين كانوا مقادين كنا عندنا الشوار فاطمه المهدي وسيدي ومريم مرت على الله يرحمها وبنت يامنا ودد رحمه هذه كانت دد رحمه كانت هي اللي قايده بالدوار كامل كنديروا الرفيسه تاع النافسه دجاجه بلديه تقسمها على 30 مره ولا 35 مره كلها ديش انتيفه كلها تفرقه مسكينه تحطها قدامها وتبششها بشوي بشوي حتى واحد ما يقول شي كلمه ريحه الدوار الوالدين واش كانوا هذا كاينين شي كره ما في الدوار الدوار عندنا كله كان كريم باش عرفتي كله كان كريم وباش عرفتي باش عرفتو وعيت فيه كيفاش قلتي لي هذاك اللي كان مقابل العصا وهاز العصا على داك سيدي كانوا ملي بغا يجوا هاد الدواور له هما كانوا سبعه الدواور زيد ملي كانوا يبغوا يجوا يديروا يديروا الدور يعلموا السلاح هما الاولين يبداو من عندهم كانت نوض جماعه كيقول شو سيدي صوبوا الطياب لا لا من شي واحد شي حاجه ما هي شيء راه يدبر مع راسه حيت طيابكم غيمشي عند قبيله اخرى غادي ياكلوا دوار اخرى غادي ياكلوا غادي ياكلوا دوار ماشي عاد دوار ست دوار اللي كتجي عندنا بدقه واحده ودوارنا هو السابع خاصكم تبقاو شانعين نعم زيد كيفاش الفطورات على حقهم وطريقهم في الصباح كاين عز الزبده ولا كان العسل تاع العسل يجيبوه زيد ياك سيدي الفطورات سيدي ملي يجيبوهم يتحطوا كاين حس السيد كيجي عصاتو فيدو كيدوز على الفطورات شكون هذا الراجل هذا الرجل سيدي مات كيقول لي صالح بالعربي يدوز على الفطورات هذا لمن هذا لمن هذا لمن هذا لمن تاع فلان ملي كيعجبو داك الشيء يقول ميرا دفعوا للناس الا ما عجبوش الا ما عجبته شي حاجه يقول مولاه هز حيد علينا اش يقول لي ما يحشوش منه اش يقول لي يقول لي لمن هذا الفطور يقول لي تاع فلان يقول لي هز عليا وقيدك اش يقول لي هز عليا وقيدك
هذا بحال لو قيد عيدي عليا ما نضرو قال حاجه اللي تبعد القميله ما عندي ما ندير ما عندنا ما ندير بها والو كيجري عليه الغديان سيدي ثاني ملي جو الغديان يتحطوا هذا لمن السيد واحد السيد هذاك اللي قلت لك دايز مع الصف هذه لمن الصف ديال الغديان ديال الغديان هذه لمن ديال فلان هذه لمن ديال فلان هذه لمن ديال فلان لحق له واحد القصعه ديال بو هذا السيد طاهر قال لي هذه لمن قال لي ديال محمد خوك قال لي قول لي هز عليا حتويلك ما عجبوش ما عجبوش زيد نقز مول القصعه قال لي هز الدياله وشم الريح لامك هز الدياله قال لي وشم الريح كاين السمن الحار كاين السمن قال لي هز الدياله لامك وشم الريح كيفاش قلتي لي الوالد كانوا يديروا الوزيعه وزيعه سيدي القرعه بكري كان شوف ما كانت لا خدمه لا ردمه لا والو مقابلين عافين ما سمن التيباكرا يبقاو على مولها تيشروها من عدو يعرقوها وينوضو نايضي يشروها سيدي من عدو يذبحوها ما كانش بكيلو ولا شي حاجه كان القرعه كان القرعه شدوا ديك البقره شحال من خيمه كاينه يديروا على 50 خيمه ولا على 40 ولا على 30 ويفرقوها قرع كله ونصيبه كله ونصيبه يديروا له الثمن كل يدي نصيبه والخلاص كيتضمن به واحد يتضمن به واحد هو يجمع لي الفلوس الدوس ثاني واحد المده فين ما بان ثاني شي بقره ثاني ولا شي حاجه يقول مولا بيع علينا ثاني بيع عليهم ثاني ووزعوا ثاني كما العدو المعتاد كيفاش هذاك اللي كان يذبح الجمل واقف هذاك اللي كان يذبح الجمل واقف هذاك كيقول عمر الله يرحمه كان صحيح زيد كيجي الجمل ما يبغيش يطيح لهم ويذبحوا واقف كيدير لي يذبحوا شد جنو ويهيت عليه الكفاه يذبحوا وكانوا نحروا ويطيح الجمل بخاطره كيفاش هذاك اللي سميتو العود لا سماو العود سماو العود سيدي على طلب واحد القصعه بغاهم يسقوا فيه الغداء كاين الجمع وما بغاش يعطوها ليه ما عطوها شي هذاك النهار راح لمراكش جاب القصعه ونهار الاخر تغداو فيها عقديد عامل قديد ما عرفنا كان غادي ب 120 ولا 160 في الساعه غادي ولا ب 80 دارك سيده في الطريق حتى واحد ما عارف شكون اللي عرفو والو جاب القصعه وجا ومركب شي بنوات ولا غادي كاين البنوات ها البنوات كون ما كانوش عندو البنوات ما يجيش كاين العيل ما كاين اطحن والقراقات كان القراق كيفاش القضيه ديال دريس دريس سيدي كان واحد السيد جدي الله يرحمه بوبويا جاو عندو المخازنيه ديال العيادي ديال العيادي مصيفطهم على قبل دريس واش كان هذا دريس كان شي نمره كان صحيح كان صحيح وكان دريس سيدي المخازنيه دخل مجدي مرتو كتكرن تصوف الكرون هو مقاد مع فاك النيفره فما فيهاش كذوب هادي فاك النيف مقاد معاها عا خلاها ترمات وشافها قلبت الكرون والمخازنيه داخلين عند جدي قلبت الكرون وكانوا هو الفران جا الفران حل رفد الكرون داروا في حجره زاد بحالته وخلى المخازنيه المرا خرجت حست بالكرون طاب وتجبد جات الفران لقات وخاوي والو دخلت عد راجلها شيرت عليه بالقاعده جا عندها قالت لي الكرون داه دريس وخا ما شافتوش قالت لي الكرون داه دريس زيد قال لي تقولي قالت لي داه دريس هذاك دخل عند المخازنيه قال المخزيبي راه دار الكرون زاد بحالته هذاك اللي على جيتو ديك هذوك المخازنيه داك اللي جيتو عليه راه بحال دار الكرون زاد فين زاد ما عرفو فين زاد انتما مقابلين كرشكم وما اش هما باركين داخلين فين جابوا لي الخبار ما جابوا لي كاع الخبار هو ملي بغى يدير حاجه كاع ما تجيب لي الخبار واحد النوبه كان حس سيد عمي مخليه نسيبو في الدار قال لي برك لي عمر يا الدار تنجي في وقت الصيف وكاين عس برا هذاك عمي نعس هو ومرته برا مغطين بحال البطانيه هو خلاهم جاو تنعسو وهو دي من هكذا العرا فين يشتي هو ديك شاطين البطانيه من فوق منهم الواف دارو زاد نادو اوي ادريس اش دار ما دار فين هو ادريس الدار بطانيه وزاد بحالته وخلاهم هما عليا ادريس واخا تمشي لك دابا شي حاجه راه دا ادريس كان شانع ولا مشات شي حاجه راه هو يداها ما يقدوش عليه الناس ديالكم
ونوبة راجا هنايا هنايا سيدي نادو الدوار قالوا دري ثمارسة جدا ما جدا ركبوا على الخيل تبعوه هو هود الواد تبعوه هو الحق الواد طاح وقطع تغرس فيه اقطع وخرج عند ولاد وزيري ولا لا خرج انا ابني مسكين هنا زيد اقطع وتبعوه بالخيل وما شدوه كان مانع مانع كان صحيح كان صحيح عجريبه كاين السلام عليكم كاين الفتحه كان صحيح كان صحيح بزاف كان صحيح واش كان كيسلخ عباد الله حتى اللي والله اللي شدوه تيسلخوا ما عمرو حلق معاك لا لا اش قلتي لا لا وباش بغي يحلق معينا يعودوا لي هاد اللي قال لك شيميلو تاو كان صحيح فايت قال لك ضرب حمار براسه لا هذيك القضيه ديال الحمار دابا هو كان انا كان غادي يركب عليه الحمار ما بغى يقود ليش هو غادي يهز غدا فيدو زي الحمار اعتر تلاح غدا لهي ناري نزل هو تغدد تلفت فيه ضربوا بحر روسيه جابوا متكي مع الارض كان هو يسير عليه بالعصا قال لي من الغدا مشى مشات حتى تمشي معاه صيفطو مع الغدا صيفطو مع الغدا ما خلاش حتى العقبيه لا ما خلاش والو هذا اللي قاتل الحمار واش غيدير البنادم بنادم الله يحفظ بنادم كاين فيك هز حمار ودار بيع كاين واحد تو هز حمار زيد واحد السيد كيقول لفاطمه وضع محمد الحمار ديالنا حنا نيت ايه تخلي البلادو ما تخليه كاع لبلادو واش ها كان سارح هو والطفل خويا والدرم الطفل خويا الاخر الغدا الحق عليهم الحق عليهم الغدا بالكو كيتغداو من اللي عرقها قال لي الحمير قال لي انا قضي خويا قال لي الحمير ما حد قتهزوش قال لي شوف انت قال لي لا ما حد قتهزوش قال والله تنوض نهزو درك انا هذا الحمار دخلت تحت منه بحال ما كو عنقو كانوا ناضبي هزوا بحال ما كان فوق ظهره وشدوا من رجليه وحطوا له ما قدرتش تعاود تهز حمارته ودي نقدر نهز كوني 10 كيلو ندين في يدي والو قلت لك هاد السيد يهز حمار ناد واحد السيد عنده شي نعيجات عنده واحد شي نعيجات تقول له هو عنده غلم كبيره قال لي يا محمد قال نعم قال لي انا غنسرح لك هاد النعاج دري ولدك يعود يجيب لي الكرموس كيفاش قلتي؟ قال لي عندك النعيجات انا غنسرح مليك وولدك يعود يجيب لي الكرموس ندوزو مع غلمي انا نسرح مليك يعود الدري يجيب لي عمل ناكل وصافي اش بغى ياكل الكرموس يدي لي الكرموس هو ما يدي لي حتى حاجه مختار الكرموس الهندي زيد شحال كياكل هذا الدري يسرح لي النعيجات الطفل عاد كل نهار يدي لي جوج قفاف ديال الكرموس زيد قفاف مع الصباح وقفاف في العشيه بخر النهار والقفاف شحال فيها القفة كرة تقريبا تهز 200 ديال الكرموس ولا 150 قول عداله هذاك الراجل اللي عطاه النعيجات قال لي تعرض لي واحد السيمانه جا عنده قال لي اسيدي قال لي انا ولدي راه غتقتلي قال لي ولدي راه غتقتلي قال لي باش قال لي ولي هو يدي جوج كفاف ديال الكرموس في النهار ولا حمار عزل لي اسيدي نعاجي قال لي انا عاجك عزلهم من ساعه درك السي مصطفى شكون اللي شي مرا كانت كريمه وكانت شانه هنا انا سيدي كانت عندنا واحد المراه كيقول لها خناتا بنت زعرابه كيفاش كانت عندنا واحد المراه ماتت الله يرحمها سميتها اسمها خناتا اييه بنت زعرابه كانت عندنا اولادهم توعينا حنايا وتصوتهم توعينا وتصوتهم كتصلخ ولادها صلخهم واحد النوبه جاو شي مخازنية كانوا مداعين مع الجوابرة وجاو شي مخازنية هنا ليهم وهذيك خناتة بنت زعراطة طرشت المخزنية طرشاتو مار ثلاثة نوبات ولا أربعة وعلى قلتي زعراطة الله يرحمها زعراطة واش من زعراطة قبيلة كنا نهضروا على الصحة أيه وجبتي العصابة أيه كانوا شي ناس سيدي كبار ما كبير الله تبارك وتعالى حمامات كان واحد كيقول ليه المهدي بالبصري زي واحد سارح بالعربي وكان هذا عمر بن عمر كان سيدي يجيو لحد تما حدا الجامع وعلى طولهم هما كرة فيهم حاجة 100 لواحد ولا أكثر كيشدوا العصابة
وشدوا بيدهم بحال ما كفوك رسم واحد من الهي واحد منا واقفين واقفين زيد كيجي داك المهدي بالبصري كيتوخر بالورانيه يبعد يبعد ويجي طالق وينقص من فوق العصابه ويجي واقف 3 متر ولا جهد 3 متر عرفتي الطول ويدير يدير بحال ما كوليتو بحال ما ونقز من فوق العصابه ويجي واقف توقي لك الدوزه تحت العصابه من امل تحت صافي ريحه الدوار اهل السعاطير بخير الله يحفظك هاني الله يعطيك صحيح الزموري كيفاش القضيه ديال السرحه كنت صغير زيد هذه شي ديك 16 عام ولا 15 زيد طاني الوالد لعمي جا عمي عند الوالد قال لي يعطيني الدري يسرع عليا وقال لي ود بويا نبغى نقلعوا ليك دي قال لي تيموت عندك اش قال لي قال لي دي تيموت عندك كيفاش تيموت عندك زعما كيتهلا فيه ديروا ولدك كاع دارني لك كلب كاع ماشي من تيموت عندك راك عند كلب مالك ساعك وكنت نعرف كنت عارف انا مشي دار العزازة والله ما عاد قبي صار مع راسي هاني يا احسن من خير من السرحه الله يرحم الوالد واش مشيت عندو اشرى ليا اشرى لك سروا قنطريسي زيد تاع العود زيد قنطريسي وحلقه ميجا وقام هايسك عليا من كتافي ما عمرك قريتي الزموري اش اميميت ما قاري ميليميت ما قاريش ما قاري والو والو ولكن واش ما دخلتيش للجامع وما دخل الجامع لا والو كلا السرحه ما قلت حتى مني ولدتينا ما قالتش بينا علاش تعطيت تركت بينا سير دي سيد موت عندك هذاك كلب ولا بنادم هذا هزني مشيت فوكو داني ثاني صح شعرود ولا بصحش لي بيا نسقمط ويعرض لي طول ولد عمتي شافني حد كان مخزني تما عارف حتى لو كان شي وي لحق عليا واحد النهار قال لي جي جي شي تعشى عندي قلت له واخا غنجي اجي وقعت الناس جوا زيد حطوا حط طبيسين هنايا ناكلوا بوحدي ياك طبيسين حطوا والله لا شاهد زيد اكلت انا تاع حاشين ضيغه تاع تنقبل بحال الراجل بحال وقت ديسير والو انا طلب شي ناكل بوب وكل شيء لي وانت دير شويه كيبر الكيبر الكيبر زيد قلت له انا نتخر له كو تاكو قلت له لا لا شبعان 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 زيد كنقول خاطري اه وي كنت بوحدي كنت ضرمو انا بقى زيد وخليتهم تنعسوا امشي وداك انا افرشوا لك نوض البيت ديال الناس خليتيهم تنعسوا خليتهم تنعسوا وانا نوض الكوزينه زيد قلب حقا تامع على داك الكوزين تامع على الخوز بغيت نعمر شي بنت ديال الفراش ناكلو زيد بقيت نبري في ذاك نخرج حط البصيل في الكوزينه طاح طاح في الدص قاف طرقه وحده رجعت للفراش زيد خليت مزيني تا قلت تتقدني تفوتي تفوتي زيد وثاني قلبت الخبز والو ولقيت حربة على السكر عمر جيوبتي وانا نرجع للفراش الليل كامل وتتنص انا نغزز وبقى شات شي باركة تفطر بها دابا فاش فيتينك هادو اللي قارين الزموري واش بهيت قارين ولا مقارن العلم قارين شادين البلايص شادين انا دوك باقي سارح اليوم باقي اليوم سارح صايب واش شنو دار على الساعه هذه وتزوج جولول مجوج ها مجوج ونهار خطبتي اييه ما قالوش كنت سارح ما نعطيوكش واخا باغي نفكو سارح هو انا قايل شنو هو هو ها ولا عطيته ولا سارح كان يسوق الطوبيس وتوا صاحبي سارح تلقى وسارح تلقى بسارح اتلاقيت لقادو معيدها معيدها الزموري دابا شكون خطب لك خطبتي راسك الوليد صاحبي الوليد اييه وعلمك ولا معلمك وعلمني هما با وهذا سيبي كانوا يسرحوا الغنم كانوا صحاب زيد اه تعرف السارح ما السارح
تلاقاو قال لي عدي بنت نطال ولد نطال ولدك صافي صافي العره مشى على طفي اش على الباقي ما معش 100 درهم ما كاينش غله ما كاينش الغله والو شاري بيبي وصافي صافي صافي لا غلا على مسكين اه لا غلا مسكين كاين الرخص وي واش هاد وصدقت ولا ما صدقتش وي وي غدا عمري هي باقا وا العره ما جابت ها اش جابت البتات اش جابت هي بطانيه بطانيه زيد واحد ديك الساعة باليزا دايرة في هاد الفاع زين بطانية وهاديك اللي قلت لك هادي صافي وباليزا باليزا باليزا بحال ديك مولات الحناش اه بحال مولات الحناش زين ايوا هادشي اللي كاين واللبس اللبس نهار عرسك اش لبستي؟ بلغاق زين واش نهار العريس اش من بلغي كلبس ديالاش ديال اش مصمره ولا مصمره واش واش جاب لي مصمره دايز عاد معلم واش قديمه ولا قديمه موقع ديالو وقعت عليا داني القاصر بايدين والو من البلغه من القدم المسمار ياكل لي في قدامي جاب لك مطليه مسمار مطليه مسمار شبعنا مسمار شبعنا مسمار دايز عاد معلم كل اربع مرات ولا خمسه انا رجيني وحز موري قول لي كان عندك شي وزير ولا ون ايه شكون كان هو اللي دار لي تاي القرام هو اللي دار لي تاي جابت ام العروس زيد وليدي دير تاي انا حاضر قبي حشمان حشمان وهذا وجه الحشمان ريحه الدوار الزموري لا ماشي هو الزموري العام وعاقل على الختانة اخويا ما عقلش على الختانة اخويا والو وقال خاتني بقي وقال بقي في الكرش والله ما نعرفها بالله صحيبي تما فين دانا الختانة دانا الجمعة ديال فوق جلبنا دانا سي الجمعة ديال فوق مالك القادر بينو ودانا في مارتين رقدونا مع شوين مارتين دونا الوالي قال ايش عقلت لا ما عقلت صاحبي صحنيت والله ما عقلت الزواج صعيب الزموري ولا ما صعيب كيفاش صعيب الزواج صعيب وراه كنتي راجل ولا صعيبة صعيب خصك تخدم وتجيب المرأة الحاجة اللي جايبها هنايا كتسوق الطوبيس كتسوق الطوبيس جاي عندك وتكتر فيها الحنة الخضرة اللحم الدقيق ما تجيبش هذاك العادي دقيق سبيسيان اش خاصك الدقيق شنو اللي خاصك تجيب ليها؟ تجيب سبيسيان سبيسيان اه تجيب لها هادي كيعطوا فيه لاكارو تجيب لها تجيب لها الدعم تدعمك شحال كتلبس في رجلك؟ كنلبس هادي 40 41 هادي بيدك ما تزاد ما تنقص بغيتي تزيد فيها شنو الصبيبيط اللي كنتي كتلبس هذيك الساعه؟ قلت لها اش كان من الصبيبيط كنلبس هذاك بايطه خاينز ولا شناهي سميتو؟ بايطه خاينز كتسمها بايطه خاينز فرنساويه كانوا الكراكات وكانوا النعيل وي النعيل النعيل مو الكراكات وين في الاخر بين هذاك اللي قلتي بايطه خاينز سميتها؟ بايطه خاينز بايطه خاينز بايطه خاينز كيفاش على كيقولوا لها بايطه خاينز؟ كتخانز رجلين والله ما غسلتي ما صحيبي ما تنعس مع واحد اصبع عينك عميات الله يرضي عليك ويا صحيبي تولي رجليك بحال ريحك البحر اي خويا لا جبتي خاصك الصابون تغسل بالصابون تحك لما درتي صحيبي تيلك الماطا تصبح بحال ما يتاكل وليني رجليك كيوليو بايضين يوقفوا يوقفوا تقول تالو المعلم زيد يا ما شوم بايضين يا خان طيح لما حكيتيها واش هي ديك هذيك بطخين مزيانه ولا والو ومزيانه بحال الحاجه علاش كنت قال لك الحجار والشوك ولا
صافي ولا ما تسواش صاحبي، انا ما خنز منا ابع الكلب تعلم صاحبي في الخنز الكلب ولا هي قول لي الزموري دابا انت كتخاف من الكلاب الكلاب تخاف منهم خاف منه تخاف منه والله الا الكلب تابو خابو من الكلب انا والو وانا اكثر من الكلب انا أم أكبر في العمر أنا له ولا الكلب خايف من الكلب ما تخافش منه والله يا أبو ولا بدأ يقيدح والله يا أبو خير لحبو تفارج لي والو والله يا أبو لحد فيه كي تدير لي نهزو حال المعرض نشاطبو السنان ولك شي عصاب ونكسل معه مردين يوم البوش نقول عيو عيو كلب عاد يضحك على الباشا صافي واخا الحناش مالهم اذا كان شي حنش تسارح اتخرج لك شي حنش قتلبو تاو السم تخرج تاو السم خرج منه لقيت لي جن قتلو من قد يجي غيدخل العقرب يهرب العقرب تا يقتلها والجدارمية جدارمية اخويا تسليمنيهم المخزن هذاك صاحبي هذاك ما ين... ما تنفع معاه لا بطاخين والو 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 ها المخزن هذاك صاحبي خا تكون مع فلت ترطاب الله يرضي عليك كتعود بحال تولي حرير هالعا الزموري نهار الاول غتصوم واش عقل على النهار الاول غتصوم ودي لا 15 يوم فاضل هذاك الصوم 15 يوم 15 يوم صاحبي وحق عليك وفينا يلا كل هذه شي 26 واحد في الرياق وانا تابعه الاخر عاطي مريض عاطي طبيب الحريه وقالك تدرس معايا وعاطي الحريه تاع داك الاستعمار عادي استعمار زيد كان دار فاطر معاه ايه الهنديه باه كان الكرموس والخبز وباش كتسحروا اي لا حيت كنضلوا وكنا ناكل بالنهار كنت سحر سحور ممنوع سحور تما ما صايمش بعدا ما صايمش اش من سحر انا فاطر ونسحر وقتاش سقتي الخبر بان خاصك تصوم ها وقتاش سقتي الخبر بان خاصك تصوم فاش في الاول ديالي ايه قلتي 15 يوم تاع فاطر وفطرت وفطرت 15 يوم فاطر عنوه عنوه اكثر صايم وصايم مدوس حم رمضان ولكن كي دير تاكل ها كي دير وعاين باين ما الحال ماشي وحده والو ما باشر خام من الله ما خايم الخام من البشر كيشوف حداك كان نمشي ناكل داك والاخر هذاك اللي فيه الريق كيدرس كيقول يا محمد واحد من احد حنبس له بالجاج هذا ردنا احنا نصارى يعني محمد كيقول يا محمد واحد ما حل العربي لا يبان جاج زعما انتم نصارى احنا نصارى زعما راكم فاطري احلى فاطري ريحه الدوار